متى تزين السوالف واخذ علومه وسامحها عن خطأ. لبيك مو بوقتك اليوم اضيفها عن جعبة حياة. زايد هبجيك بس خليني بحسب بطلبه. في دلتين هنا ابو خشمان. دلتين الصفر. ايوه عبد الرحمن شو البريق ذا في المطبخ ذاك؟ وين؟ باقي بريق قهوه بنسوي دله ثالثه. طيب اللي ودك اللي ودك هنا دلال. وش الدلتين؟ دلتين هذين. ايه فيها بريقين. ايش رايك نصلح فيها كرك؟ كرك وشاهي عاد. والبريق الصغير هذا شاهي. قول له لا لا صلح البريق الاثنين اللي تصلح فيها دائما شاهي. البريق الصفر كبار بنصلح فيها كرك. الكرك عندنا هنا ما يمديك تصبه مره ثانيه. من اول مره خلاص. صدقت. عندي اباريق 2-0 نفس الدلال ذي بصلح فيها كرك. هذا واحد. عندي ثاني هناك في العده ذي. ابى اجيبها يلا. لا خل بروح اجيبها هنا. اسمعني. فيه انا اجي له كاسات. الكراتين ذي. وانا بعد بجيب اغراض بس وبجي دقيق. وش؟ فناجيل فيه. لا 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 فناجيل وكاسات مره منتهي. كلها موجوده هناك. فل. فناجيل. طقمها واحد. ايه كاسات. الهيتر حق القهوه. ايوه. كلها ما اقولها من الازرق. خلاص. بنرتب ارضيه المجلس الازرق. بس. اهم شيء رجيل الوقت. الوقت. ارحب يا ابو حسين. البقى. سولفوا تكفون لعاد تسكتون. في تمر يا زايد. هو جسوي ياتيني بلاي. واسكات يزود طعوني طعون وتنكسر لا جاي على راسي. ايش رايك نحط الوسط تمر البقرطب. اسمع ابو حسين. بعلمك ديتك بعلمك. شو نقول؟ وذا حطه رطب. بس التمر وانت بتحطه رطب انت بتحطه. احنا نبغى نحط في الوسط تمر والباقي رطب. ايوه أمسك. تحط الاثنين في صدر المجلس. يلا. والباقي هذي توزع من يمين ومن يسار. تعال اسمع. تمام. ايوه نفس ذا بالضبط. اسمع ابو بيت تعال. انا بروح ارتب الكاسات وثاني اجي هناك. سولفوا تكفون لعاد تسكتون. قبل لا هو جسو وياتيني ببلاي. اسكات يزود طعوني طعون. وتنكسر لا جاع على راسي عصاي. سولفوا لو ما بغيتوا تسولفون قبل لا اقعد في الحزن رايح وجاي واضحكوا لو بالعماله اضحكون وجاملوني لو يضايقكم احكاي سلام سامحني احنا قبل هناك ثانيه بعد وشلها في دله ثانيه نفس دي وين هي؟ اجيبها لك خلوا الدال نفس الشيء طيب وما تصلح دله ثالثه كبيره اللي ودك ما نفضل يسوقني طاريك لمشاهدك سو خالد اسلم خالد طاريك لمشاهدك عبد شفت الماء ذا؟ ايه عبي مي عبد ماء وعبد ماء خربت لي قصيدتي يسوقني طاريك لمشاهدك سو بوك وانا حفظها بس انا اقراها زايد لو انت حيوان شو بتكون؟ لو قلت بكون خالد الروقي يا اخي بدا خالد الروقي يا اخي جاوب اسلم بسرعه لو انك حيوان شو بتكون يا اخي مسلم رجال انا ما ربي خلقني ادمي جبتني حيوان لو انك حيوان ما ابي لو ما ابيها يا الله يا ولد لو انك حيوان تجي بصير حصان يمكن حصان انت حصان بدون حيوان يا ابو حصان بس تدري اني احب الفرس اكثر من الحصان انا اشوفك تصور معك مع واحده بيضاء يا ولد احب الفرس اكثر من الحصان وايد لطيفه الفرس جدا انا عندي فرس اسمها عيده اسمها عيده عيده على عيدك عبيت خلاص فل كذا لا لا زود يسوقني طريق المشاة تبيع لي انت عندك سطب تبيع لي فرس ولا حصان يلا فوين صاد فوين اشتري رحاب يلا ها اشتري رحاب هم مسخره لا ما غير كانت اسمها كم من سامت عليها 25 بحطها عندي عيدة بس تهاوشني اذا حطيتها مبع لا ما تهاوش والله انا عندي خلاص زايد امتها صح؟ امتها فللته هفلله ليه؟ فلله بس جينا ضيفان اليوم وجينا علوم ايه الضيفان هذا مسعود الضيوف جو يبي يجون الحين صب طلق هواء يسوقني طريق لمشاهدك سوق
ذوق. واشفق على لمسة يديك شفاقة. فاقة. زرعت لك زرع لها ثمار وعروق. فوق. وقدمت لك من زهرة العمر باقة. باقة. والصبر زين وكل مطرود ملحوق. ملحوق. شرها قدم رجلي على عظم ساقة. فاقة. وان كان عندك شك لا نشاك لا ناشك العوق. في قلبي اللي لك يزيد اشتياقة. يا الله. بوي. نوف تعال تعال. هذا الشاي حق الشاي بعد اصب فيه صب صب في ذاك اللي قدام هذا روح روح نادي الحمام يزق له خلاص يا كيف صب ذاك صب فيه زوده زوده هذا هذاك اللي قدام على عيد انكسار ويفخري ما شكيت خبير يا فتاة الراجل ما تشيله يا ماما ترنا الايام ذي بتروح يا زايد بعدين بقول تذكر يومني انا وياك كنا نسوي قهوه هنا في سكريبت 55 اليوم 56 اليوم 56 في ذمتك شوف اليوم تركض ركض في فيديو هذا واجب ها انت تقول امله ما قلت فل يا عمر انت لا تصير دلخ والله انا كنت اقول امله ايش دخلني انا وين حقيق يشبه طاري يا الذكرى هي الانخانه شكرا حبيبي شكرا رجاء شغله رجاء حي 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 ما مات حي ما مات حي ما مات كم باقي الفقره نضيف في 9 على 10 10 تنتهي 11 ونص توقع بعدها يسولف عن بلاده لمعده استحلها ماشي بيض الله وجهك ابو جديع شوف اتنازل من اسم الشيخ مملك يلا لا لا انا قائد النسخه يا رجال يا رجال قائد النسخه خلصنا منه خلاص انا ما قلت كبده في شيء ثاني لاني حلبت حلب قائد النسخه اي خلاص انت قائد النسخه ما حد يسمع كلامك يا ولد قائد النسخه خلاص ما حد يسمع كلامي والله صدق خلاص لازم تشوف تفكر نمس الكولي وانت فليت امها والله فليت امها صدق شو رايك في نيسي؟ سنعة شنو؟ شو رايك في الترتيب؟ يا ناس اقسم بالله ان العرب كلهم زي زايد يا حبيبي انت اي والله تحرجني يا دورك ما تجيبون فلوس شقرة والله بلا زايد في ذمتك جيت شقرة جيت اي والله انت بنفسك ما صورت فيها انا كنت اتابعك ما صورت وين؟ يقولك جاي شقرة ذا انك تعزمني يا ابو وجدي ليه؟ انت رايح محل يا ابو محمد سني قلت يعني انا عجل وكذا جيت مهرجان نفسه وعبيت فلفل ومشيت ان شاء الله فلفل احنا مدمنين شو ثوب كره ضيق والله مو بليك ها بليك ثوب هذا والله مو بليك كيف هذا تفصيل خياط خياط عليه ظروف من هو الثوب لي
لا يا رجل مو بلوك. ليت مالي فسر يا رجل. صح هو زين عليك. زين ولا زين؟ الله تعالى بمشي بمشي وشوفني يلا. ناويين بيخي وكنت ما ادري شنو. ناظرني شايف على كسر خاطري كأنك موصى. لا لا على كسر خاطري كأنك موصى كذا وصاح كان خبر. ما تدخل الكلمة هالشينة على مسمعي. واد الخيضة قبل امس اقلب صورنا في ملف الحياة يا دوب حصلت صورة وانت تضحك معي. يا دوب حصلت صورة وانت تضحك معي. ليش ما القى صورة وانت تضحك معي؟ وانت تضحك اضحك اضحك ترى الدنيا وناسة. زايد زايد يلا زايد شفني خليني بقول قصيدة. يا اخو علمتك انا اشوفك 10000 مرة هنا. انا ذحين شوف اسمع اسمع يا ولد. ما ادري كيف قاعد يثبت عليك. اسمع جلس لهم والله ما ادري كيف قاعد يجزمك. نواف جلس لهم جلس لهم جلس لهم يا ابو جداع. اسلم ابو جداع يقول على كسر خاطري كنك موصى وصاح. ما تدخل الكلمة هالشينة على مسمعي. مسمعي قبل امس اقلب صورنا في ملف الحياة. حياة يا دوب حصلت صورة وانت تضحك معي. الله الله يا ولد الشاعر محمد السكران. المحبة الا المحبات ولا شو رايك ابو جداع في الترتيب؟ بالله ضبط الموضوع. وشو موضوع وشو؟ ميد الرجاء. موضوع زين. ميد الرجاء ميد الرجاء. ها؟ ميد الرجاء لنا. ايه. الحب مثل النوم والوصل الاحلى. وشين ولا. انت لازم زايد اخذ علومك تاخذ علومي تحت البث. ها؟ ما في. حسك عندك هموم الدنيا كلها والله. احمد الله واشكره. ما علي خلاف. لا وكل عليه من زمان واطي يا ابو جديع. بس في ناس واطي واطي عن واطي يفرق. والله اني صار. واطي عن واطي يفرق. اي نعم. كل عليه من زمان واطي. ما في شكل. مداقل الحياة مداقل يا رجال. عش استانس في الامها. اضحك. لا تبين ضعفك. انت عليك تدري عليك هم ذحين كبير. ليه؟ انك تصب هنا يا ماء. لا ما بهم ولا هم كبير. ما هو كبير كفو. يلوموني في خالد الروقي. يا اخي يا اخي انت كفو. يا فتنة من انا الحسن مصبوبة بوبة على الجمال الطبيعي بالمقاساتي تاتي قبلك وكل القلوبة الخضر من ساقة ورا النساء والمفاتنات والشهواتي آتي من يوم حولتي انظار اللاين يا سيف. اللاين 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 والله يطعم بالنخاع. وانا بشرب منه. لا لا ذق من هنا تتف. لا لا ما كفتح ترجع. لا 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 يا ويلي ويلي سبنش اقسم بالله فنان والله طعمه. انا اسم لي حق قهوه فنان. انا ما احب القهوه السوداء اصلا بس السبنش في عنده بعد قهوه سوداء. ايه اثيوبي ولا كولومبي اثيوبي كله اكشخ البس. ايه اثيوبي وفي بعد يمني مدري ايش في ثلاث دول جوي اشتري. يلا في ثلاث دول يصدرون من عندها. صدق القهوه السوداء اول ما بديت اشربها ما جالي يمكن قبل برنامج كنت ما احبها. واو انت تلم تحب القهوه السوداء. انا احبك انت. شو اسمه والله انك ليلا. شو اسمه؟ لجيرما انجليزي توخرني عنه ما اعرفه. لا شو اسمه؟ لا جاراما لجيرما صح؟ لجيرما كافي. لجيرما كافي اطلق كافي صدق والله. والله يا فنان ما كل احد يضبط السبانيش. لا 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 لا
تعرف اللي البزران البزران عند ابوه عند ابوهم ايه انت ابونا وامنا ايه وشو ابونا وامنا وكل شيء لنا انت لا ماني بشيء انا انا اعرفكم ولا تمون اي ولا مو عارف انا اوكي طب تدريني اقسم بالله العلي العظيم في رمضان اني انا بنفسي اطبخ اسوي سمبوسه اسوي الجيمات اسوي شيء كفو يا ابو جدير كفو هذا الولد البار تدري اني مره يقولون ايش هي؟ ايش اسمها؟ جيت